احنا اساسا من سوهاج. الاصل سوهاج. اصل سوهاج. وجيتوا القاهره امتى؟ 60 59 عندي ما اخذت المهنه دي توجهت على مصر. انت اخذت المهنه دي من امتى؟ كان عندك كم سنه؟ كان عندي 8 8 سنين. 8 سنين. وايه اللي خلاك تحب المهنه دي يا عم علي؟ وراثة ابا عن جدا. من سنه كام تقريبا؟ احنا بالنسبه لنا احنا من سنه 59. انما احنا طلعنا لقينا الاب والجد مثلا او العم بنفس المهنه دي. والدك كان شغال ايه؟ قطاع. طب لبلدي. طب لبلدي. الكبير. اه ومين تاني في العيل؟ عمك مثلا؟ عمي حسين عبد السلام كان قيقاع برضو؟ لا مزمار. مزمار بلدي. كان طبعا خالي بيزمر، والمرحوم والدنا حميمة كان زمر، وعمي حسن كان يزمر، كان شغال في اسكندرية كان بيزمر برضو. وهم حكونا طبعا عن اللي قبلهم طبعا زي ما انت فاهم يعني، بس احنا اللي حقيقي اللي متحققين منه هم اللي سمتهم لك دول، وبعد كده احفادهم. العيله دي يطلع فيها كم فرد شغالين في هذه المهنه حاليا؟ قاعدين شي مننا قاعد في صهاج، وشي قاعد في مصر، وشي قاعد في اسكندريه. مش قاعدين في مكان واحد. بس اكبر تجمع في القاهره كان الاول، التجمع كله في الصعيد في البلد. وبعدين طبعا الناس زي ما انت فاهم بتجري ورا لقمة العيش. بالظبط. مين بيسمعكوا هنا؟ كان على السمع تجيبها من اسوان، لا على راعي القول، لا بعد مطروح، حتى القصير رحت طبعا. طب الزمار ده عايز صحه عشان النفس وال والله دي موهبه. موهبه. موهبه واحساس. عشان انت لا بتشيل متجلات لا بتشيل ولا حاجه. زي اللي راح اللي قاعد على مكتب وماسك قلم، انت بتلعب على الاله كده بموهبتك واحساسك. زرعت بتان جمايل واربع عمارو، زرعت بدان جمايل واربع عمارو، خزت التجاوي ما ضمت شجرات مارو، اتريها ارضي صبخ وبتنكر المارو. مشيت مع ناس خدوا حبل الوداد حلو، ده قالهم على الحلوة حادي أما الوحش حلو. أنا كان بعشمي أجيد الشمع وصاحبهم، نسيوا المروجة ونسيوا الود صاحبهم. شفت العجايب وأنا صابر معاك يا زمان، شفت العجايب وانا صابر معاك يا زمان. بتميل على الحر لما تبهدله يا زمان. يا عم اسمع مثل حكمة من اهل زمان، مهما يدور الزمان برضو الاصيل معروف.